خلاص ترى من جد راح اقفل الثلاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل لا نبدأ المقطع، اللايك والاشتراك، أسأل الله أن يسعدكم وجعلك بالجنة هي اللي تشترك في القناة وتسوي لايك إذا عجبك المقطع، بإذن الله راح يعجبكم. مقطعنا لهذا اليوم مقلب السماعة مع ضاء فالكون. يا ويلو، بسم الله. هلا بندر، يلا حي سلامك. بندر أنا ما رضيت إنه مقلبك. ليش؟ لأنه أبيك أنت مقلب ليلي بس بشيء. أوكي، بس أنا أدري إنك تضحك، والله والله إني أدري إنك تضحك، بس إنه عادي. طبعا ليليا الان سكن عندك ولا ايه هنا بيبدا السيناريو. أيوه. انا بتصل عليك. اوه نو. أيوه. اسمع اسمع اسمع. ترى اسمع اسمع ترى والله والله نقل اليوم. ادري اليوم. عادي عشان كذا انا الحمد لله انا نقل اليوم عشان اعرف سولف. اتصل عليك، اي كلمه اقولها بندر لو سمحت، اي كلمه اقولها تقولها له. اوكي، اي سالفه اقولها لك اذا حسيت انه ما سمعت مني اسكت شوي، قول دقيقه فكر لما تسمع كلامي. اي اوكي جاهز؟ طيب اتصل ليلي الان وخليه يجي. قلت وشو نامر كبير مشو؟ تعال تعال اجلس اجلس، ابغى اقول لك بحاجه. تدري متى اخر مره سويت معي الحركه ذي؟ من زمان. اي سويت من زمان عرفت؟ ما عليه، لازم تهدي الامور. قلت اجلس فيك يا اخي، اجلس في الاخير موضوع خايس. دق علي اجلس. دق علي وش تبي؟ طيب اجلس. قل لي اول شيء، اقسم بالله تو منور بيتي وانت سكنت عندي وزي كذا مره مستانس. انت عاد كل انا قلت انت طيب وانا طيب. والله مبسوط ترى بهذا الشيء، انت تدري ان انا اللي مقدم يعني هذا الاقتراح حلته. بالعكس، لكن عندي بعض النقاط ودي انبه عليها. تكفى، حتى في البدايه انا يوم كلمتك ترى بالموضوع هذا انا حاولت اني اضمن ان امورك تمام في الوقت. أيوة، انا ايش قبل كم ساعه وانا قلت لك ايش؟ انه انا عندي قواني. ايوه قلت لك فلا تزعل. فبالله بالله من جد عادي راح اقولها لك ولا تزعل مني يعني، بس عشان نكون واضحين. ولد ما انا قايل لك في البدايه. ايوه احنا نتفق اول شيء على الموضوع، نتفق اذا في شيء من هنا ومن هنا والقوانين، فانت لا تكبر الموضوع. اول شيء يا ليلي جسمك، انا كنت مثلك، كنت اعاني، جسمك مره مره ما ينفع، لازم تقص معده ولا اي شيء. تعرف اللي يعني تعاني منه هذه الفتره يعني يحصل من ناحيه الادويه و... طيب ترى ما امزح يعني لا ترى موضوع كذا الموضوع غريب فاهم. ما تعودت تسولف كذا، هذا هو شيء. ها ما تعودت تسولف كذا، فيك شيء؟ لا والله ما في شيء، بس انه ابغى اقول لك حاجه. قل جسمك لازم تدخل نادي، يا تدخل نادي يا تقص معده، واحده منهم. ابغاك يعني تدخل نادي كذا تشد حيلك شوي، لان جسمك مره ماشي. يعني لا تتكلم صادق والله. الله، انت تذكر يوم ما قلت لي انه تبغى انا احط سناكات وكذا وانت تبغى يعني تشوف انها غلط وذا، فانا عشان نبدا صح انا راح ابعد السناكات من عندي يعني. وقل اسمع ثلاجتي تكفى، ثلاجتي لا تخلصها. موضوع السناكات تذكر ايش قلت لك ذاك اليوم؟ ايه قلت لك ان ابو اودن هو اللي هبدها. أيه. انا بس سناكات ما سناكات متفقين يعني. لا مو بس متفقين، ما حد اتفق ولا شيء. قل الثلاجة انا اشتريت لها قفل، انا اشتريت الثلاجة قفل لاني انا يمكن زيك كنت اكل اي شيء، فما ودي تخلص علي الاكل. قل لك كذا ابغى احاول اشرح لك يعني الموضوع، بس ما ابغى يعني يكون في تجريح ولا شيء فاهم. عاد قصدك اني انا لازم ادخل نادي عشان ادب؟ قصدك كذا؟ واحد ايش دخل؟ هذا اول شيء. اول شيء ما عم دخل. اثنين هذا يعني تبع الرول. اسمع اسمعني، انا قاعد اسمع. فيك سكر وضغط وحالتك حاله. يعني تخاف اموت عندك؟ انا خايف عليك ترى. طيب والصراحه يعني انت ما في الا قر قر قر، اي شيء شيل كل كل. خلاص ترى من جد راح اقفل الثلاجه. اي شيء ترى دقيقه، متى انا قر 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 سناكات قر 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 سناكات جعلها بذمك. اسمع قل حمامي لا تدخل، لا تدخل، ممنوع تدخل انت ترى يعني والله موضوع حساس مره. ايوه بس يعني اخر الفتره الاخيره اللي انت كنت تجي فيها والله ترى كنت تكتم ام الحمام. يا ابن الذين يعني ورب انت وودين، انت محمد اودين كتمتم ام الدين. دقيقه ساسه الحمام ادخل على الطاوله وقعد على الكرسي لا يعني سناكات وشي شي حمام يعني عشان كذا انا ابغى تاكل صحي تروح نادي
تشد حالك شوية يعني فاهم غازات بندر امسك بطنه امسك بطنه وحالك يقول هذا ايش هذا ايش هذا جسم انسان انت قل عندك حمام في الغرفة صح والله يا يا اخي هذا كله اسمع هذا كله ايش هذا 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 غازة حتى حالة يا غازة ورب غازة قل له يا ضرمت يا ضرمت ضرمت ما ادري ايش يقول هذه حقت رايد هذه حقه ما لها دخل ضرمت وما ضرمت امانه وفي جايبني عشان الموضوع ذا سلام عليك يا ضرمت يا ضرمت لا دقيقه يا تقول لي غازات وأكل أكل كل زق رجال توقع من بندر يقول كلام لا مستحيل كلام هذا كله مستحيل يقول كلام وكله والله أنا مليان دخل والله اللي قلت كذا إيه تدري إيش يقول لا وش كتبت الحمام كل ربي ذا والله والله تعبت عيال أقسم بالله إني تعبت اسمع يا اخي والله بموت اسمع اسمع سوالف تطلع وش تطلع ترى انا والله مكذب ما انت كذاب والله لا يقول لك غازات عمر دام الوسخ كذاب عدم كان الحمام عاد هو الحمام انا اللي قلت يقول يا الله والله مقالب والله عرق بتقول مقطع انا قلت له اي كلمه انا اقولها تقول له كل الكلام يقوله لك انا قاعد اقول والله والله ويمين لا شايف السماعه يمينا بايات الله اللي شايف السماعه قلت لك هيك العاده قاعد بسماعه والله ما دريت بس والله يعني للامانه للامانه والله للي ونعم الروم ميت والله والله يا حظك وهو يجيب لي سناكات حتى هو بس اسمع يا حظك في واحد عندك يضحك في البيت اي والله حلو يا مهرج والله ما قصرتوا حبيبي الله يعطيكم العافيه اسفين والله كتمنا حتى انا انكتمت والله العظيم اسمع انا والله حريت قاعد اقول ايه في نفس السالفه اقولها ضحك يا الله يعني سناكات اهم شيء موجود لا ساكت الحين نروح عند المدير الكبير مسعد الدوسري بسم الله الوضع معاه يكون حساس مرة السلام عليكم أهلا وسهلا سالم كيف الحال؟ تمام طيب إن شاء الله طبعا هذا المدير جديد لازم يعني شوية أمون عليه المقطع يعتمد على هذه السماعة أبى أتصل عليك أي شيء أنا أقوله لك بس بتورطني بعدين لا يبالي لا ما طيب جاهز يلا طيب الان احنا مين طيب ها مين طيب اللي بيجي من هو عزيز شوف عزيز 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 الان بنثبت كاميرا بالزاويه هنا وان شاء الله انه ما يقطع باذن الله بنغطيها بمخدات واشياء زي كذا جاهزين مساعد جاهز ممتاز دق عليه خليه يجي وبعدين انا بتصل عليك بيكون بيني وبينك هذا الثالث هلا ابو الجوهرة كيف الحال؟ شلونك عساك طيب؟ في المقر موجود؟ طب تكفى تمرني مكتبي ودي اكلمك خمس دقائق كذا الحال طيب الحين انا بدق عليك ايش ايش بقسم شابس طيب لازم ناخذ اللوكيشن عشان اقدر اخذ راحتي وانا اكلمه حياك كيف الحال؟ شلونك؟ الله يسلمك امورك استرح طيب ابيك تقول له عزيزي بيك موضوع جدي بس ما ادري كيف ابدا جارب كل امانه لو باك موضوع جدي يعني اتمنى تاخذه بجديه لكن الصدق ما ادري كيف ابدا الموضوع فاتمنى انك تتقبله اسكت شوي ها شيك خير وقعتني لا لا ان شاء الله ما في شيء ما يحتاج تخاف قل ابو جوهره من تالي شايفك صاير ثقيل مره بمقاطع الشباب بمقاطعك مش برا الفريق انا اثبت عادي لا بالصدق ابو الجوهرة صاير اخر فتره قاطع الفريق يعني ثقيل وردت فعلك بارده باين عليك وباين عليك انك يعني كبرت شوي ما ادري طقطق قل بدا عليك كبر السن ما طقطق
ما أعتقد ترى هذا رأي يعني مو بس رأيي أنا، ناس كثير لا صادق صدق عزيز بدأ يبان عليه الكبر، بدأ صار ثقيل. ثقيل في أمثلة كثيرة، بس أنا ما ودي يعني تأخذ موضوع كأحراج أو إثبات أو شيء. ودي إنك تضحكنا أكثر، حاول إنك تضحكنا قليل. يعني أبغاك إن الفترة الجاية تضحكنا أكثر يا أخي. لا في فرق ضحك ولا ثقيل ولا. لا أنت صاير ثقيل أبو الجوهر، أنت صاير لا تفهمني غلط. لا صدق. ثقيل حركياً ولا ثقيل دم. أنت صاير يعني الثنتين، صاير ثقيل دم وثقيل حركياً. قل جبر أنا بسوي اختبار، قل أنا بسوي اختبار بيك تضحكني. شوف أنت شوفي لا صعبه من اللي قالك. شوف حتى غير اللي يطلع في اليوتيوب، فالحين ابغى منك انا اختبار انك تضحكني. بما اني المدير. بس الذهب ارق التلت وشي. لا مو ارق التلت يعني صدق انا ودي ان اشوف يا اخي انت عندك جانب كوميدي، حرام انك ما تطلع عند الكاميرا. يا ابوي والله اللي قاعد تضحك عليه بلا اشتري. يلا. طبعا اختبار. لا يا اخي انت تحت غير خلف الكاميرا. تنكت وتمزح مع العيال، لا فتحنا الكاميرا في مقطع تعصب وتصير ثقيل. بقيمك الان، الان انا بقيمك بسرعه. والله الكلام ده مو صحيح. فانا الان لو سمحت ابو جوهر ولا عليك امر ابغى اقيمك، تعطيني ذبه. يضحكني قل ضحكني. ما ضحكتك وش بطلع بالفريق؟ لا مو اذا ما ضحكتني تطلع بالفريق. لا والله ما عليك سواليف. طيب ترمي تهم كذا وش؟ قل غندي غندي اغنيه لابو نوره. طيب خلاص عشان ما تفهم الموضوع انه ثقيل ده، ما ابغى موال ابو نورا. يا اخي انت طقطق علي وش؟ هل تسجل؟ ما تسجل يا اخي، ها هذه كاميرا طافيه شوف فيها ازرق وتسجل. ها ليت ابو نورا. موال ابو نورا انت دايم كل حفله لابو نورا جنبي تتحدى على اغنيه وما اغنيه، هذا دليل انك صاير ثقيل. حتى موال ما تبي تعطيني. ضحكني ما مو ضحكني مو. في شيء تبي توصل له انت قاعد اقسم بالله اني رفع ضغطي. حياك الله في مقلب السماعه. هلا هلا. ايش عاد تقول لهم؟ بدينا ممتاز شغلك. يعطيك العافيه. هذه بدايه القصه. لما يقول ثقيل دم ضحكني عقلي موال. طيب اقسم. يبي يقيمك يقهر صار بقيمك. ايش تبي يقول عرب قتلت انا في بز عطني. طيب عزيز شوف الان انت مخير لانه عزيز دوات ماتت تعبان شوي. طيب اسمع عزيز. هو تعبان صحيا. اي صحيا. ايه مو. اي لا مو كبر، لا كبر شاب بس الشباب. طيب عزيز. تبي تمقلب احد ولا تحس ما فيك حيل من بعد الموقف هذا؟ لا بالعكس عادي يعني. طلع حرامك بعد. واحد من الشباب. شوف على حسب وش المقلب، في نرفزه ابو عمر ارفع ضغط الامبير. ابو عمر رجعي بسم الله. الان يا جماعه الخير وصلنا الاستديو، الاستديو زي ما تشوفون كله مايكات اضاءات كامات هنا، فبنشغل واحده من دون ما يدري ابو عمر. فالان بخل عزيز ابيك تتصل بعمر عمر زين. هي ما رد عليك يا ابو عمر؟ لا. طيب روح جيب روح صوت لاي شيء انا بطلع. هو هنا برا قاعد ياكل. عزيز ركز معي، قل له ابو عمر ابى اقول لك كلام بس ارجوك فكنا من الزعل. طيب ابو عمر كلمت مع العيال واحد واحد وبقول لك كلام، يعني اتمنى انك ما تشخصن. اعطى موضوعك حق السبك. يعني في البدايات كان ماشي، بس يعني بكل صراحه بتكلم، انت خوي وسافرنا وذا، احنا بنروح ايه باليابان، احنا رايحين خمسه والخمسه احنا كلنا بنصور مقاطع. عاد عندك ابو عمر بينحول بينجن شيء، لكن هذا هو الكالندر، يومياً مطعمين أو مطعم، مطعمين أو مطعم، شيء الساعة 1 الظهر، شيء الساعة 6، أنت يمكن نصها دافع قيمتها، الحين كيف الواحد يقدر يروح ويجي وأنت تقريباً صار كلنا كأننا ماشيين ورا محتواك أنت اللي هو الطبخ. أنا كلمتك أول، قلت لك أبو عمر مقطع، مقطعين، ثلاثة، لكن كلنا يومياً أتحداك في الكالندر في يوم واحد بدون مطعم.
طب احنا اسالك بالله في يوم واحد استنى يوم انا اكلمكم مو اقول لكم انا مقاطعي صح انها كثير بس بسبب انه احنا اصلا يوميا ناكل يا اخي يوميا ناكل يا اخي يوميا ناكل بس يا ابو عمر تكفى اكل ياباني كل يوم قوم معي والله ولا يعني احد يكلمك خاف انك تزعل او شيء اسمع وقف وقف واعرض يا احمد اصدمه كذا تكفى اللي بيروح مطعمه يروح هندي بيروح هو يسولف اعرض قوم معي روح يا اخي ما حمسك اكلها بس يا احمد الله جاك على طاعتنا يا احمد الله معلش معلش ايش لحظه ايش اللي لحظه اسمحني انا ابو عمر تعبت انا تعبت والله انا ما تعبت انا تعبت انت حاط لي في 24 يوم 35 مطعم 35 مطعم يا ظالم احنا كم مره ناكل في اليوم حط مرتين 24 يوم افطر اضرب اثنين افطر سمك وتعشى سمك يا اخي ما حافطر سمك حاط لي لحم كثير واقسم بالله شوف ابو عمر والله العظيم تسقوها والله قبل اليوم والله قبل الرحله اليومين تسقوها علي انا ورب الكعبه لحظه انا وانا احكي ورب الكعبه شوف اقسم بمن احل القسم اني مطلع تامين للسفر عشان لا يجينا تسمم معده ولا شيء التامين يشمل قل له لونك اصفر كنا كاس العالم خلاص بكتب انت لونك اصفر كنا كاس عالم مدل الرام اللي قاعد تلق فيه تبينا ناكل هناك بيضني بيضني وجهك اصفر في كاس العالم وجهك اصفر في كاس العالم والله الناس هذا مو عزيز ترى اغلب الكلام منه هو الواضح انه اقسم بالله اقسم بالله ليش حق المطاعم اقسم بالله يعني سيناريو صحيح يعني سيناريو صحيح يعني مش عبرزها يعني لا 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 يعني كنسل يعني لا تهديها ما في يابان صدق 30 مطعم اقسم بالله شوف 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 والله اني مدلعهم والله اني مدلعهم مطاعم والله ما يلقوا زي كذا والله ما يلقوا يا ساتر اسمع في مطاعم دفعها وفي مطاعم ما دفعها اللي ما دفعتها ماني بروح لها انا بروح لحالي لا ما في لحالك انا بروح لحالي انا بتصبر معي يا بابا مستحيل اروح ادنون ليش عشان اكلهم بس والله يا اخي قلت لك ذاك اليوم ها والله انت تحسب انك ما حتاكل بحري والله لا تاكل البحري في مقطع عندي والله 30 سنه ما عمري ذقت السمك بحياتي التونه ما اعرف طعمه اقسم بالله العظيم مقطع بحري وتطريش بالمقطع الناس بتطرش مستحيل كنسل مره ياكل بين قوسين الراي يطرش يعطيك العافيه والله اقول شيء بس ما عصب مره ترى انا تمالك حبيبي والله حبيبي تمالك اعصابك لاني عارف انه بيمشي النظام الى هنا وصلنا لنهايه المقطع اذا عجبكم المقطع يا جماعه الخير اعطونا لايك واذا تبغون جزء سادس اكتبوا تحت في الكومنتات شكرا اشوفكم المقطع الجاي